بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم الخميس الموافق 28/10/2021 تم وصول الرسالة 16 من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن، ليصبح ما تم إيصاله إلى المديرية حتى الآن 60 طن. فقد تسلمت مديرية أوقاف البحيرة اليوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021 حمولة لحوم صكوك أضاحي تزن 2 طن، يكون إجمالي ما وصل إلى المديرية إلى الآن 66 طنا. تم اليوم الخميس الموافق 28/10/2021 استلام الدفعة 14 من لحوم الأضاحي المهداة من وزارة الأوقاف إلى مديرية أوقاف كفر الشيخ ومقدره 2 طن ليكون عدد ما تسلمناه حتى تاريخه 52 طن من تلك اللحوم. اليوم الخميس الموافق 28/10/2020 تم بحمد الله وصول الدفعة 10 لمديرية أوقاف بورسعيد 3 طن من لحوم الأضاحي، ليكون إجمالي ما وصل إلى المديرية 22 طن. فكل عام وحضراتكم بخير.